أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل تنصحون بقراءة كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما أنا شفت عنوانه لمحمد خالد، خالد محمد خالد، والرجل كان عليه كلام في الأول ويقولون إنه تحسن واعتدل بعد ذلك، الله أعلم. أما الكتاب أنا ما قرأته ولا أدري عنه، أما الرجل فيقال عنه في الأول إنه ما هو طيب، ثم إنه من الله عليه تحسن حاله الدينية فيما بعد. نعم.